بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. سلام الله عليكم احبابي في الله في هذا الدرس الجديد على قناتكم حول 1900 بني فوليتنان. في هذا الدرس سوف نتعرف على طريقة إزالة هذا الكود الخاص بهواتف الأندرويد في حالة يعني عدم معرفته أو نسيانه باستعمال صراحة ثلاثة طرق سوف أشرح لك يعني في هذا الدرس. طريقتين لن تحتاج معهما يعني إلى إزالة البيانات وفرمتة الهاتف، فسوف يبقى الهاتف على ما هو عليه وستتعرف على الكود السري الخاص بالهاتف أحبابي في الله لفتحه. بالتالي نبدأ بالطريقة الأولى، يعني تعتمد كما أشرت يعني إلى برنامج سوف تقوم بتثبيته على الحاسوب. هذا هو البرنامج، سوف تجدون الرابط أسفل الفيديو. نقوم بفتحه ثم ننتظر حتى يتم التعرف على الهاتف. يجب عليك أن تربط الهاتف بالحاسوب بالكيبل اليوسب بي كما سوف تشاهدوا، وتنتظر حتى يتم التعرف على الهاتف. كما سوف تشاهدون هذا هو الهاتف الخاص بي والكود يعني فيه. وحتى تعرف على هذا الكود أحبابي في الله فقط اضغط على هذا الخيار الموجود هنا. صراحة يعني في هذا القسم سوف تجد مجموعة كثير من الأدوات المفيدة، لن يتسع الوقت يعني لشرحها جميعا. بالتالي ما يهمنا هو يعني معرفة الكود السري الخاص بالهاتف. بالتالي تضغط على هذا الخيار ثم تنتظر قليلا حتى تظهر لك نافذة بهذا الشكل. وحتى أعرف يعني هذا الكود الخاص بالهاتف أحباب في الله أضغط فقط هنا، ولاحظوا معي ما الذي يحدث. يعني في ثواني يعطيك يعني الكود السري، لاحظوا معي، فهو حرف ستة عليه. سوف أقوم بتجربته كما سوف تشاهدوا. لاحظوا معي بأنه هو الكود الصحيح الذي هو خاص بذلك الهاتف الذي نسيت له الـ يعني الكود أحباب في الله. بالتالي كما تشاهدون فهي طريقة بسيطة وسريعة جدا، في ثواني يعطيك يعني الكود الصحيح. وإذا كنت تريد أيضا عمل الروت لهاتفك ففقط اضغط على هذه الأيقونة الموجودة هنا كما سوف تشاهدون، ثم انتظر حتى تنبثق لك نافذة يضغط على الروت، يعني سوف تظهر لك هنا. فأنا شخصيا قمت بمنح صلاحية الروت من قبل يعني لهاتفي من خلال يعني هذا التطبيق وهذه الأيقونة الخاص بالروت أحباب في الله كما سوف تشاهدون. هذه الأيقونة تلفها أيضا يفيدك في عمل الروت للهاتف. نمر إلى الطريقة الثانية التي تعتمد صراحة على ملف صغير كما سوف تشاهدون. هذا الملف الصغير يجب عليك أن تقوم يعني بوضعه في ذاكرة التخزين الخارجية الميكرو اس دي، تقوم بوضعه يعني داخلها يعني لصقه ولصقه في ذاكرة التخزين الخارجية، ثم تقوم بوضعها في الهاتف أحبابي في الله، ثم تقوم بإغلاق الهاتف. طبعا هذا الملف سوف يساعدنا في إلغاء يعني الكود السري مباشرة بدون مشاكل. سوف تقوم كما ذكرت بلصق هذا الملف ثم نقوم بإغلاق الهاتف. طبعا لن نستطيع يعني وضعه في الذاكرة الداخلية للهاتف لأن بها يعني الكود السري عندما لا تتعرف عليه بطبيعة الحال وتنساه. الحين خلاص يعني بعد الدخول يعني أو إغلاق الهاتف نقوم بالدخول إلى المود الريكوفري بالضغط هنا ثم هنا ثم يعني زر رفع الصوت. يعني في الهواتف تختلف، فهواتف سامسونج عادة أدخل على هوم ثم زر إغلاق الهاتف وزر يعني تشغيل أو زيادة الصوت، ثم سوف تظهر لك نافذة بهذا الشكل أحباب في الله. الحين خلاص نقوم بالدخول إلى القسم الثالث كما سوف تشاهدون. القسم الثالث الذي سوف يحولنا إلى الذاكرة الخارجية الخاصة بالهاتف الذي قمنا بنسخ عليه يعني هذا الملف، أضغط عليه هنا كما سوف تشاهدون. ثم لاحظوا معي سوف تجد هذا الملف نفسه الذي قمنا بلصقه في الذاكرة الخارجية. أريد أن أذكر بأن هذه الطريقة تشتغل فقط على الهواتف التي تعمل بكيت كات فما تحت، يعني الإصدار الأندرويد كيت كات والإصدارات قبل يعني كيت كات. يعني في الهواتف التي تعمل بلولو بوب يعني فلن تشتغل معك. بالتالي سوف نختار هذا الملف كما سوف تشاهدون، نضغط عليه ثم تنتظر قليلا. في حالتنا شخصيا فلن تشتغل معي هذه الطريقة لأنه الهاتف كما شاهدتم قبل يومين قمت بترقيته إلى لولي بوب، بالتالي فلن تشتغل. طبعا فقط تنتظر قليلا لحين ما
يتم تطبيق مجموعة من الأوامر، سوف يتم إعادة تشغيل للهاتف. هذه الأوامر تسمح بإلغاء يعني الكود السري واعتماد أي كود تريده، سوف نشاهد ذلك يعني طبعا الحال بعد إعادة تشغيل للهاتف. فقط كما سوف نشاهد، قم فقط بوضع أي كود، ننتظر قليلا كما تشاهدون، فقط ضع أي كود وسوف يتم قبوله يعني. فأنا شخصيا لن يتم قبوله كما ذكرت، لأنه لولي بوب يعني هذا الهاتف، وهذا الكود يعني الذي قمنا بإدخاله في البطاقة الداخلة البطاقة الخارجية عفوا للهاتف، فقط يشتغل كما ذكرت مع لولي يعني هواتف كيت كات والإصدارات يعني قبل يعني هذا الإصدار من الأندرويد. فهذه طريقة أخرى أحبة في الله، وجميلة وسريعة جدا ومفيدة بشكل كبير، جربها، لأنه يعني شاهدت يعني الكثير من الفيديوهات في الإسبانية ويعني تشتغل معهم، فقط يجب أن يكون الهاتف كيت كات فما تحت يعني فقط. طيب، الطريقة الأخيرة هي التي نقوم فيها بفرمتة الهاتف أحباب في الله، وهي الخيار الأخير. بالتالي نقوم بالضغط على زر هوم وزر يعني إغلاق الهاتف، ثم زر رفع الصوت على حسب يعني الهاتف الذي تستعمله، ثم تنتظر لحين ما يتم تسجيل الدخول لنفس الصفحة التي شاهدنا قبل قليل. نقوم الحين بالدخول إلى هذا القسم الذي هو مكتوب عليه Wipe Data Factory Reset، نقوم بالضغط عليه كما سوف تشاهدون، ثم نضغط على ننزل يعني إلى هذا الخيار كما سوف تشاهدون، نقوم بالضغط على زر إغلاق الهاتف وسوف يتم فرمتة الهاتف. أنا شخصيا لن أقوم بهذه العملية، وبالتالي سوف تتمكن من تجاوز الكود السري. فأتمنى أن الدرس قد أفادكم أحباب في الله. أنصحك بالطريقة الأولى والثانية أكثر، لأنه مع الهواتف التي تعمل بكيت كات فما أسفل فهي الأسهل. وأراك إن شاء الله في مواضيع جديدة. لا تنسى مشاركة الفيديو مع أصدقائك والضغط على اللايك وزيارتنا على موقعنا www.5.com، ولما مسحت على الفيسبوك facebook.com/1984. أيضا لا تنسى الاشتراك في قناتي حتى يصلك دائما جديد الفيديوهات. في أمان الله.